بهذا الفيديو ان شاء الله رح اشرح لكم تحديات الاسبوع السادس كاملين قبل ما ينزلوا بساعة او ساعتين، وان شاء الله رح اعلن عن اسم الفائز اللي ربح معنا بالسحب العشوائي بالتعليقات بفيديو شرح تحديات الاسبوع الخامس، ورح اعمل سحب جديد هلا حاليا على الاسبوع السادس لحتى اعلن عن اسمه بالاسبوع السابع. فبتمنى لو انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة يا ريت ما تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وهيك والقصص الحلوة وكومنت لو حابب انت تكتب كومنت مشان تفوز بالسحب الجاي، وكل الدعم بالايتم شوب نيمو 9. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. اول شيء يا شباب خلينا متفقين مشان تحديات الاسبوع السادس، انا رح اشرح لك هلا الاسبوع السادس كامل، بعد منه رح اعلن لك عن اسم الفائز والسحب الجديد بنهايه هذا الفيديو. هلا بس خلينا متفقين مشان هدول التحديات، هدول التحديات يا شباب الاسبوع السادس في منهم تسريبات، يعني هذا الفيديو كلياته فيديو تسريبات، بينزل تحديات قبل ما ينزلوا باللعبه بساعه او ساعتين، كلياتهم صحيحين 100%. بس اليوم في عنا شغله انه في احد المهمات داخل هذا الاسبوع السادس بيطلب منك انك انت تروح تعمل شيء بعربيه او بسياره، ومثل ما بنعرف السيارات لحد هاي اللحظه قبل التحديات بساعه او ساعتين وما كانوا ينزلوا معنا باللعبه السياره، فمتوقع هذا التحدي يا اما ينحذف يا اما تنزل السيارات ونكمل بشكل طبيعي. انا رح اشرح لك اياها بشكل طبيعي لهذا التحدي، ويا تنزل السيارات يا اما بيلغى هذا التحدي بينحذف، لانه فورتنايت عم تمحي بعض التحديات من داخل اللعبه وتنزل الاسابيع يعني، فعاد الموضوع سهل جدا اذا اللعبه حذفت شيء. فهلا رح اشرح لك التحديات كاملين، انا بعتذر اني تاخرت بالمقدمه وعم بحكي لك، بس لازم فهمك شلون التحديات رح تكون بالنسبه لهذا الاسبوع. وبالنسبه للتحدي الاول يا شباب بالاسبوع السادس، المطلوب منك انك انت تلقي الضرر 500 لاي شخص كان بمنطقه ريكتيريج، يعني بتنزل منطقه ريكتيريج وتحاول تلقي الضرر او تعمل دمج لاي شخص كان من الناس الحقيقيين طبعا البلاير، تلقي الضرر لحتى يوصل عندك الضرر لل 500، وهيك انت تكون خلصت التحدي، كذا شخص لازم يعني تعمل له الضرر لحتى تقدر تخلص هذا التحدي. اما بالنسبه للتحدي الثاني يا شباب، بدك تنزل على منطقه بليزنت بارك وتقتل 3 اشخاص، التحدي اللي قبله تلقي الضرر 500، هذا لازم تقتل على الخالص، يعني لازم تقتل شخص يعني تفنش تذبح واحد على الاخر، بدك تذبح 3 اشخاص بمنطقه بليزنت بارك وهيك انت تكون خلصت التحدي الثاني. التحديات يا شباب كلها عليها 35000 اكس بي، وما في غير تحدي واحد على 80000 اكس بي جايكم فيه. بالنسبه حاليا للتحدي الثالث، التحدي الثالث يا شباب مطلوب منك انك انت تنزل بمنطقه الاثوريتي اللي هي منطقه الايجنسي سابقا اللي هي بوسط الماب تبع البنت جولز، كل عليك انك انت اول ما تنزل من الباص اول ما تفوت بالباص بالماب بتنزل على منطقه الاثوريتي اللي موضح امامك بالخريطه، بتروح بتنزل هنيك وبتحاول تضل توب 25، يعني لو عم تلعب سولو لازم يضل ضدك 25 واحد، لو عم تلعب دو لازم يضل ضدك 50 واحد، ولو عم تلعب سكواد بدك تضرب عرض يعني تقريبا شيء 90 80 واحد، يعني انت اعمله بالسكواد، انزل بمنطقه الاثوريتي وحاول خوض الطياره، بس تلمس رجلك على ارض الاثوريتي خوض الطياره وهروب بعيد، وهيك انت تكون خلصت التحدي. الموضوع سهل جدا بالنسبه لهذا التحدي. اما بالنسبه للتحدي الرابع يا شباب، هذا التحدي اللي حكينا عليه ببدايه الفيديو اللي هو بيطلب منك انك انت تاخذ سياره وتروح عند الكازيه او عند البنزيما اللي عند منطقه كيتي كورنر وهنيك تروح تولع فيها، بس هذا هو التحدي. التحدي سهل جدا، بس لما تنزل السياره هاي منطقه كيتي كورنر اللي واضحه امامك بالماب، وهي الصوره مقربه للخريطه اللي هي بتلاقيها من تحت هاي الكازيه او تبع البنزين، يعني كل عليك انك انت بتروح لهنيك تاخذ السياره وبتولع بهي السياره هنيك. لحد الان مو معروف شو هو هذا التحدي، طبعا انت لو حابب تعرف هذا التحدي لو نزل معك ولا لا راجع التعليق المثبت تحت بالتعليقات الفيديو، ولحد الان ما بنعرف شو بدنا نعمل بالنسبه لهذا التحدي، التحدي الرابع. اما بالنسبه للتحدي الخامس يا شباب، التحدي الخامس مطلوب منك انك انت تاخذ صناره وتروح منطقه ستاك اللي زار امامك بالخريطه، هاي المنطقه مخفيه مو معروفه يعني اسمها، هاي هي المنطقه مثل موضح امامك بالضبط، بتاخذ صناره وبتروح بتصيد سلاح مو سمكه، بتاخذ صناره وبتروح بتصيد سلاح، مشان الصناره يا شباب هنيك موجود الصنارة بهي المنطقة، كل عليك انك انت بس بتنزل لهنيك بتلاقي صنارة، يعني مو ضروري تاخذ معك صنارة، بتنزل لهنيك وبتاخذ صنارة وهيك خلص الموضوع سهل جدا، مو ضروري تروح تجيب صنارة وترجع موجودة هنيك بنفس المنطقة، بتصيد سلاح وليس سمكة، هيك انت تكون خلصت هذا التحدي. والتحدي السادس يا شباب اللي معنا مطلوب منك انك انت تفتح 10 صناديق شيست مو محدد بأي مكان كان، هذا هو التحدي، التحدي سهل، وين ما بتنزل بتفتح شيست بينحسب لك، المفروض 10 وحدات، مو معروف هل هو بجيم يعني بسنجل جيم ولا عادي. مو معروف، بس كل عليك انك انت تفتح 10 صناديق وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. اما بالنسبه للتحدي اللي بعده اللي هو بيكون تحدي مخفي، هذا التحدي المخفي نحن تعودنا عن بعض الاشياء المخفيه بلعبه فورتنايت، مره بيطلبوا منك تصيد 50 سمكه، مره بيطلبوا منك شغلات طويله للمدى الطويل بس بتعطيك 80000 اكس بي، وهلا نزل معنا بملفات اللعبه
تحدي جديد اللي هو بيطلب منك تفتح 100 شيست على طول الجيم، يعني مو شرط انه بيوم او يومين او اسبوع، على طول نهاية اللعبة تفتح 100 شيست وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. هذا التحدي مخفي وغير موجود على الترابيزة يا شباب، بيعطيك 80,000 اكس بي، يعني كل عليك انك انت بس بتنزل وبتفتح كل الشيستات وهيك انت بتكون خلصت التحدي. التحدي سهل ومع الوقت بيخلص، يعني مع الوقت كل ما نزلت لعبت جيم تفتح 4-5 شيستات وهيك انت مع الوقت بتخلص هذا التحدي. هذا التحدي مخفي يا شباب تمام لحد الان. اما هلا بالنسبة للتحدي ما قبل الاخير، المطلوب منك انك انت تفتح 7 امو بوكس بمنطقة سيلتي سبرينج اللي ظاهر امامك بالصورة، ومثل ما ظاهر امامك هذول هن جميع اماكن الامو بوكس، بس بتنزل تفتح 7 بمنطقة سيلتي وهيك انت بتكون خلصت التحدي ما قبل الاخير. اما هلا خلينا ننتقل للتحدي الاخير. التحدي الاخير اللي بيطلب منك انك انت تفتح 7 شيست بمنطقة ليزي ليك اللي ظاهر امامك بالخريطة. كلياتنا بنعرفها منطقة ليزي ليك اللي هي شبيهة التلتد القديمة، كل عليك انك انت تروح لهني تفتح 7 شيست اللي هو 7 تبعات الاسلحة وهيك انت بتكون خلصت التحدي. مطلوب منك تفتح 7 شيست بمنطقة ليزي. هيك احنا بنكون شرحنا التحديات، وبدي منكم بس تركزوا على التعليق المثبت تحت لو في اي شيء حصل مشان تحدي الغاز اللي هي محطة الغاز ستيشن، مشان بدنا نعرف شو بدنا نساوي بهذا التحدي، شو بدنا نعمل. اذا ما نزلت السيارات ما في تحدي، يا اما ممكن ينزلوا السيارات مع الفترة القادمة خلال الاسبوع السادس قبل ما يفتح الاسبوع السابع معنا، ويحسبوا لنا على هذا التحدي انه يضل فعال او شغال معنا وتشتغل السيارات ونضطر نساوي تحدي. مثل ما قلت لكم هذا التحدي انا ركزت عليه كثير لانه لسه الاول من نوعه معنا باللعبة من ايام السيزن 1 شابتر 1 لحد هلا، اول شيء بنشوف هيك شيء احنا معنا باللعبة، فانا ركزت عليه كثير. بتاخذ سيارة بتروح منطقة كيتي كورنر وبتروح لهنيك وبتولع فيها وتقوصها بتفجر الغازية، لحد الان مو معروف بس المهم تولع فيها. فاحنا ما مع الوقت بنعرف شو هو هذا التحدي لانه احنا حاليا اول مرة بنواجه هيك تحدي تمام لحد الان. هذا هو شرح تحديات الاسبوع السادس كاملين، وانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بيعلن عن اسم الفائز بالسحب الخاص بتحديات الاسبوع الخامس، وبنعلن عن سحب جديد ان شاء الله للاسبوع السادس. فانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك مين هو الفائز والسحب الجديد. بالنسبة يا شباب للسحب اللي احنا عاملينه، احنا كل اسبوع ان شاء الله عم نعمل سحب على 10 دولار. مثل مظاهر امامك انا قايل انه اي حدا بيحط لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وبيحط كل الدعم بالاتم شو بنيمو 9 بيدخل اسمه بالسحب بشكل طبيعي يعني او بشكل عشوائي. مثل مظاهر امامك هذول التعليقات كلها تمام، يعني ما شاء الله عليكم معلقين، تقريبا التعليقات كلها 69 تعليق. هلا احنا رح نفوت على برنامج او موقع يختار التعليق بشكل عشوائي، انا ما اختار اي شيء، رح يختار هو التعليق بشكل عشوائي. كل علينا انه احنا ناخذ رابط الفيديو، بنفوت على هذا الموقع بنحط رابط الفيديو هون وبنحط لود كومنت. هلا هو بيراجع التعليقات مع حاله وبيظهر لنا عدد التعليقات كم واحد واللايكات واليوزر اسم اليوزر والقصص هاي. التعليقات كلياتها 69 مثل ما احنا شفنا هون، كمان 69 تعليق، ما في اي تعليق ناقص ابدا. نكبس على كلمة راندوم بيك وينر، يعني هو اختيار شخص عشوائي للفوز وهيك بيطلع اسمه. انا ما اشتغلت اي شيء عليه لهذا البرنامج او هذا الموقع بشكل عام، هذا موقع عن نت، كل عليك انك انت بتحط الرابط وبيختار الفائز بشكل عشوائي. انا ما بختار مشان ما اصدم حدا، هذا اللي بيعتمد على الحظ وعلى النصيب، يعني انا ما رح اقدر احكي اكثر من هيك. فلا احنا رح نكبس هون ان شاء الله، ومبروك سلفا للفائز، ورح نختار الفائز العشوائي بيطلع اسمه وهيك خلص هو الربح معنا ال 10 دولار ان شاء الله. فبالتوفيق للجميع، وخلينا نشوف هلا مع بعض مين هو الفائز. والفائز معنا يا شباب اللي هو عبود المنصور او عبودي المنصور حسب شو هو كاتب اسمه يعني. المهم عبودي المنصور الف مبروك عليك يا غالي، التعليق اسطورة احبك، ان احب اني افوز، ما عندي سكن يا اسطورة، افضل قناة بالعالم. شكرا لك يا اخي، والله انك انت اسطورة والف مبروك عليك يا غالي العشرة دولار، وبتمنى انه هيك تكون من نصيبك وبتستاهلها الصراحة. شكرا لك يا اخي يا عبود على تعليقك ودعمك كلياته. هذا هو الفائز معنا يا شباب، خلينا نضغط على اسمه لنفوت على صفحته، يعني هذا هو عبود المنصور بالضبط. الف مبروك عليك يا غالي، وبتمنى انك انت تتواصل معي لتاخذ العشرة دولار، وان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو رح اعلن فيه عن سحب تاني. بكل عليك انك انت بشرح تحديات الاسبوع السادس اللي هلا لهذا رح انت تفرجت عليه، بس تحط لايك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتستخدم كود الدعم بالايتم شوب نيمو 9 وتكتب تعليق عشوائي. ان شاء الله بالسحب الجاي اللي هو بشرح تحديات الاسبوع السابع ان شاء الله رح اعمل نفس الموضوع اللي هاد صار ونفس السحب تعليق عشوائي. انا ما عم بختار اي حدا، الموضوع كلياته انه تعليق عشوائي
وانا ما عم بختار اي حدا مشان ما اظلم اي شخص او واحد اللي اختارني الي مشان ما اظلم اي شخص. كل الناس بتساوي والبرنامج او الموقع هو اللي بحدد الفائز بشكل عشوائي. الف مبروك عليك يا غالي، بتمنى تواصل معي. ومثل ما حكينا مشان السحب الجاي كمان على $10، فشكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي اخر فترة، وبرعاية الله.